الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط تحتاج إلى تلك الاهتمامات اللازمة من مختلف الدول العربية ومنظمات وهيئاتها الرسمية وغير الرسمية. وهناك بلا شك القضية الأساسية فلسطين وإسرائيل، الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك ما يحدث من قلاقل في بعض الدول العربية وخاصة العراق، وما هناك أيضا من تلك الأحداث التي قد تعصف لبنان بعد صدور الحكم الظني من المحكمة الدولية، وتوقعات كثيرة، وأيضا السودان الجنوب الشمال، وهناك أيضا مشاكل قد تكون متواجدة على الحدود مع بعض الدول أو مع الصحراء، وتحتاج إلى اهتمامات وإلى ما يمكن أن يكون له دور الفعال في استقرار الأوضاع في المنطقة. وكذلك هناك ذلك المؤتمر الأفريقي الأوروبي الذي يحتاج أن يهتم بمثل هذه القضايا والتي تشمل بلا شك الأوضاع المتردية في أفريقيا، القارة الغنية المليئة بالثروات والأيدي العاملة، ولكن تفتقر إلى تلك القدرات الحضارية والإمكانيات التي تساعد على النهضة بها إلى مستويات أفضل، وما يمكن أن يكون فيه خير لهذه القارة التي تعتبر لها أهمية كبرى في تاريخ العالم، وما قد حدث لها من استعمار أثر فيها بشدة، وتحتاج الآن إلى الاهتمام ما ينهض بها والمساعدات الدولية وخاصة الأوروبية والغربية.